بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصلاه. زي ما عودناكم كل يوم جمعه بنطلع من 7 ل 9 عشان نحط الضوء لاحدث المستجدات مع ملوك الصلاه داخل النادي الاهلي. حلقتنا النهارده هتبقى 3 فقرات. المقدمه اللي انا مع حضراتكم فيها هيكون فيها مجموعه من الاخبار ومجموعه من التقارير المصوره عشان نقل لحضراتكم اهم الاحداث اللي حصلت خلال الاسبوع الماضي. وكمان هيكون معانا فقرتين. الفقره الاولى هيكون معايا ومعاكم ضيفي الكابتن شريف عادل المدير الفني للتنس الارضي. الحقيقه محتاجين نعرف اخر تطورات اخر السدادات. كان في بعض الامور المهمه اللي اعتمدها مجلس الاداره بخصوص هذه اللعبه في الفتره الاخيره، مهم جدا نحط الضوء عليها ونعرف اخر المستجدات. الفقره الثانيه السباحه. زي ما قلنا لحضراتكم الفتره اللي فاتت عامله مجهود كبير جدا، يعني مجهود في كل الاعمار السنيه وفي كل المنافسات، ولسه منذ يعني ايام قليله انتهت بطوله القاهره الشتويه والنادي الاهلي خد الدرع فيها. فطبعا كان لازم يكون معانا احسن سباح واحسن سباحه، وهيكون معانا ايضا الكابتن محمد صدقي مساعد مدير الجهاز، والكابتن خالد عوض مدير قطاع الناشئين، والكابتن محمد ثروت مدير مدرب عام للسباحه، وهيكون معانا السباح محمد حسام والسباحه مي عاطف. الحقيقه لازم نعرف اخر مستجدات السباحه، قطاع عريض وكبير جدا جوه النادي الاهلي، محتاجين نعرف الاخبار ايه. خلينا نبتدي مع حضراتكم الفقره الاولى بالاخبار المهمه. والحقيقه الاخبار دي يعني دي حصلت في اسبوع واحد، حصل انتصارات كتيره في ملوك الصالات. خلينا استعرضها مع حضراتكم وليا تعليق بعد هذه الانتصارات، لان انا كنت اثرت الموضوع ده الحلقه اللي فاتت يوم الجمعه الماضي واتكلمنا فيه، وهأكد لكم بالدليل ان اللي احنا قلناه بيحصل. خلينا اقول الخبر الاول. الاهلي يفوز على الزمالك في دوري اليد. حقق الفريق الاول لكرة اليد الرجال بالنادي الاهلي فوزا هاما على حساب نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين. وقدم الفريق عرضا قويا تحت قيادة عاصم حماد المدير الفني للفريق، ونجح في انهاء الشوط الاول لصالحه بنتيجة 11-10 قبل ان يواصل التألق وينهي الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 23-22. يذكر ان الفريق فاز امس على بترول اسيوط بنتيجه 32-18. طب خلينا نعد مع بعض كده. ده اول فوز للاهلي على الزمالك الاسبوع ده، كان في اليد في الفريق الاول، وطبعا دي لقطات اشرفيه من التدريب مع كابتن عاصم حماد. ده اول فوز الاسبوع ده على المنافس التقليدي نادي الزمالك. طيب الخبر الثاني، شباب اليد يفوز على الزمالك ايضا. نجح فريق النادي الاهلي لكره اليد للشباب في تحقيق الفوز على نظيره فريق الزمالك في المباراه التي جمعت الفريقين على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. وقدم الفريق عرضا قويا تحت قياده صابر حسين، او الكابتن صابر حسين نجم النادي الاهلي السابق طبعا والمدير الفني لفريق 98، ونجح في انهاء المباراه لصالحه بنتيجه 25-22 ليواصل الفريق عروضه القويه في المسابقه. وشهدت المباراه تواجد الجهاز الفني للفريق الاول بقياده عاصم حماد، لان المباراه كانت مهمه تهم الفريق الاول ايضا، لان الدوري المرتبط مهم جدا برضو، احد البطولات المهمه اللي بينافس عليها النادي الاهلي، ومرتبط مع مواليد 98 اللي هو كابتن صابر حسين. وايضا الاهلي فاز على الزمالك. طب نعد مع بعض تاني فوز. عندنا الخبر الثالث، ناشئ يد الاهلي 2003 يفوز على الزمالك في الدوري. حقق فريق ناشئ كره اليد مواليد 2003 فوزا مستحقا على الزمالك بنتيجه 30-25 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملاعب كرة اليد بالنادي الأهلي مدينة نصر في إطار منافسات بطولة الجمهورية الدوري. يذكر أن مباراة الجمهورية مباراة الزمالك هي الخامسة للفريق الأهلي مواليد 2003، حيث فاز على الهليوبلس والطيران وأصحاب الجياد، وتعثر في مباراة واحدة فقط أمام طلائع الجيش بفارق هدف واحد. طيب أنا بقى عايز، أنا جبت 3 أخبار حصلوا في أسبوع واحد. أنا زي ما قلت لحضراتكم فريق كرة اليد سافر بطولة أفريقيا أبطال الدوري في تونس، خسر مباراة قبل النهائية، لقينا كل الميديا وكل الإعلام أصبح يعني فجأة بيتكلم كرة يد ومتابع جيد لكرة اليد، واستضافوا طبعا كل أبطال أفريقيا، وساعتها كانوا اللي فازوا بالبطولة نادي الزمالك، وطبعا حطوا السبوت على كل البطولة، وزي ما يكون يعني إن ده حدث لم يحدث من قبل. طبيعي جدا إن أي فرقة بتشارك في كل بطولة مش لازم تاخد كل البطولات، ده وضع طبيعي جدا. احنا ما بنطالبش ان احنا لو ناخد كل البطولات يبقى ما فيش منافسه، ولكن اللي بيزعل الواحد انه احنا عايشين جو انتخابات، وفي بعض الابواق الاعلاميه اللي دلوقتي اليومين دول شغالين على اظهار اي شيء حتى لو فسر انه مش سلبي، لازم يتفسر انه سلبي، ولازم نديله وقت طويل جدا على الشاشه عشان نقول ان ملوك او العاب الصالات بتنهار جوه النادي الاهلي. الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه يا جماعه.
الصحيح ان في 22 لعبه في نادي الاهلي منافسات لا تنقطع، مش معقول مفيش يعني كل البطولات هتاخدها، انما اللي واحد بيحزنه ان انت كنت فين او الاعلام ده كان فين والنادي الاهلي بياخد 7 بطولات افريقيا العام الماضي، كان فين الاعلام ده وكان فين الاعلاميين دول كلهم. للاسف الواحد يعني زعلان لان هم محسوبين على النادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي. طيب مش انا ما بقولش ان انت يعني ما تجيبش اخبار الرياضه، انما ما يبقاش الخبر هدفه هو اظهار اي شيء سلبي جوه النادي الاهلي. جو الانتخابات اي نعم بيبقى فيه شد وجذب، ولكن ما ننساش الكيان، ما ننساش ان احنا في الاول والاخر هو كيان النادي الاهلي اللي لازم احنا لو حاجه هتمس الكيان لازم انت تتراجع، لانه الانتخابات هتنتهي وسيبقى النادي الاهلي. تاني الانتخابات هتنتهي وكل واحد هيروح لحاله ولكن النادي الاهلي سيبقى. انا بيعجبني جدا ايه؟ النادي الاهلي ما هواش جمعيه عموميه بس، النادي الاهلي جمهور ايضا. النادي الاهلي مش بيمثل ال 147 الف عضو عامل الموجودين جوه النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيمثل ايضا الملايين اللي بتشجعه داخل مصر وخارج مصر. اذا النادي الاهلي من حق حتى الجمهور يقول رايه، في واحد من الجمهور عايز سين، عايز صاد، عايز ايا كان مرشح هو بيحبه. عايزه من حقه يقول، ولكن النادي الاهلي بيلعب كلنا صف واحد. النادي الاهلي بيشارك كلنا صف واحد، النادي الاهلي بيخسر صف واحد، انما مش النادي الاهلي بيلعب واحنا منتظرين له الخساره عشان نطلع تاني يوم في التلفزيون نقطع في النادي الاهلي عشان هدف انتخابي. انا ما بتكلمش عن اسامي يا جماعه، انا بتكلم على كيان. لو سمحتوا النادي الاهلي 3 بطولات في الاسبوع ده، هاتوا لي خبر واحد اتقال في نفس هذه الابواق الاعلاميه اللي اتكلمت على الانجاز ده. الاهلي بيكسب بطل افريقيا نادي الزمالك ابطال او حامل لقب بطوله افريقيا الابطال الدوري بيكسبه وبيكسبه كبار وصغيرين، مفيش خبر مفيش سطر اتقال. انما لما نادي الاهلي خسر ادينا وقت قد كده عشان نطلع ان النادي الاهلي فيه سلبيات. انا بقول لك الكلام ده سواء جمهور سواء اعضاء جمعيه عموميه سواء يعني اي حد محب النادي الاهلي لازم يبقى فاهم مين بيقول ايه وعايز ايه من ورا اللي بيقوله. النادي الاهلي هو الكيان، اللي بيحب الكيان احنا كلنا وراه واكيد كلنا هندعمه. خلينا نكمل مع حضراتكم الاخبار الباقيه. سيدات يد الاهلي يفوز على المعادي في بطوله القاهره. حقق الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي فوزا كبيرا على الفريق المعادي بنتيجه 42-13 في مباراته الثالثه في اطار منافسات بطوله منطقه القاهره والتي اقيمت على صاله الاهلي. ويخوض الفريق مباراته القادمه ببطوله المنطقه يوم الاربعاء المقبل امام الطيران بعد مباراته امام سموحه على ملعب نادي الاهلي السبت في اطار بطوله الدوري. وكان الفريق بقياده فنيه لكابتن بيسا حسني المدير الفني ويعاونها كابتن ياسر صلاح مدربا عاما قد فاز بمباراته الاولى ببطوله منطقه القاهره على مركز شباب الجزيره وفي المباراه الثانيه على هولوليدو 44-13. الحقيقه كره اليد سيدات في نادي الاهلي محتكر البطولات لسنين طويله جدا. يعني لو قعدنا نقول المجلدات والكتب احنا دلوقتي يعني كابتن بيسا عايزه تنتقل من الاشتراكات المحليه والاحتكار المحلي، عايزه ترجع تاني نادي الاهلي امجاده الافريقيه، وبصين عينيهم على افريقيا وان شاء الله سيدات الاهلي قادرات ان هم يقدروا يرجعوا بطوله افريقيا تاني للنادي الاهلي. عندنا خبر جديد، رجال طائره الاهلي يفوز على الحوار 3-0. حقق رجال طائره الاهلي فوزه الثاني على التوالي في الدوري التمهيدي من مسابقه الدوري الممتاز بعدما فاز على فريق الحوار 3-0 في المباراه التي اقيمت بينهما ضمن ثاني جولات المسابقه. وسيطر الاهلي على مجريات المباريات حيث فاز بالشوط الاول 25-10 والشوطين الثاني والثالث بنفس النتيجه 25-17. وكان الفريق حقق الفوز في الجوله الاولى من الدور التمهيدي على فريق القاهره بنفس النتيجه 3-0. الحقيقه احنا كنا عايزين نجيب كابتن شكري الجويني اللاعب التونسي لاعب الترجي اللي جاي اعاره للنادي الاهلي، كنا عايزين نجيبه لان الحقيقه بعد ما تعاقد مع النادي الاهلي اشترك مع منتخب بلاده في استعداد لبطوله افريقيا وجي شارك في بطوله افريقيا هنا وفازوا بيها المنتخب التونسي وبعد كده انضم مع النادي الاهلي. الحقيقه حاولنا نجيبه النهارده ولكن الجهاز الفني رفض ليه؟ لانه عندهم استعدادات زي ما احنا شايفين على قدم وساق، لان الحقيقه الفرقه ما اكتملتش الفتره اللي فاتت، لعيبه المنتخب كانوا مع بعض، لعيبه شكري كان موجود مع منتخب تونس، كان مجموعه بيتمرنوا في النادي الاهلي، فاذا الفتره ضيقه جدا، اللعيبه محتاجه تاخد على بعض. فالحقيقه كابتن ميدو مصلحي رفض انه يجي واحنا بنحترم ده. احنا يعني احنا اذا كنا بنقف ورا الفريق فاحنا لازم نحترم رغبات المدير الفني لانه شايف ان اللاعب عنده تمرين ميعاد الحلقه الساعه 7 عنده تمرين الساعه 8 مش هينفع يكون موجود. احترمنا ده، بالعكس ده احنا يعني بنسبورت ده جدا وبندعمه وبنقول ان ده القرار الصح ان اللعيب عنده تمرين وعنده لقاء تلفزيوني. الحقيقه التمرين هو الاهم وان شاء الله اكيد شكري هيبقى معانا لان عايزين نعرف منه يعني ايه الاخبار الكواليس بطوله افريقيا وارض، وايضا بعد ما اتمرن مع فرقه النادي الاهلي فتره عايزين نعرف اخباره ايه جوه الفرقه.
خلينا نقول الخبر اللي بعد كده، سيدات سلة الأهلي يفوز على مدينة نصر في الدوري. حقق الفريق الأول لكرة السلة السيدات بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على مدينة نصر بنتيجة 88-42 في المباراة التي أقيمت بينهم على صالة نادي مدينة نصر في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري المرتبط. وأكد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق أن الفريق كان متميزا في الأداء الجماعي وجميع اللاعبات أدوا بمستوى جيد، وهو ما انعكس على نتيجة المباراة. والحقيقة كابتن إيهاب الألفي كان معانا الأسبوع اللي فات، ويعني والكوتش إيهاب طمنا كتير على الفرقة، وكان آخرها طبعا تعاقد هالة شعراوي مع النادي يعني وتجديد عقدها وعدم احترافها خارج أسوار النادي الأهلي. وأضاف الألفي أن الفريق غاب عنه الرباعي المصعد من فريق 18 سنة. الحقيقة كابتن إيهاب حاطط أمل كبير على الرباعي ده، وهو الحقيقه اداهم مساحه كبيره من حديثه معانا الاسبوع اللي فات، لان هم يغابوا كمان هو بيقول عن الفريق ارتبطهم بتدريب مع فريقهم الذي يستعد لمواجهه الفريق الاول لنادي 6 اكتوبر. طبعا فريق 18 سنه بيستعد يقابل 6 اكتوبر، عشان كده اتمرنوا مع فريق 18 في مباراه وديه اليوم، ويخوض الفريق مباراته القادمه الاثنين المقبل امام فريق الجزيره على ملعب نادي الجزيره. طيب دي كانت الاخبار اللي كانت معانا جوه النادي الاهلي. عندنا مجموعه من التقارير المصوره، احنا محتاجين برضو ان يعني ناخدكم ليها وتتفرجوا عليها، وبرضو نرجع نعلق على التقارير دي. اول تقرير هيكون معانا: كرم مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر لاعبي اكاديميه الفريق في كره السله بفرع النادي بالشيخ زايد، وحرص اللاعبون واللاعبات على التقاط الصور التذكاريه مع محمود طاهر او المهندس محمود طاهر وباقي اعضاء المجلس عقب انتهاء التكريم مباشره. وشهد التكريم حضور كل من المهندس محمود طاهر بالاضافه الى كامل زاهر امين الصندوق ومحمد جمال هليل ومروان هشام عضوي مجلس الاداره وطارق خير المدير الفني لفريق كره السله بالنادي وطارق الدروي مدير فرع النادي في الشيخ زايد وطه الغنام مدير اكاديميات كره السله. الحقيقه اكاديميه كره السله في النادي الاهلي من اكبر الاكاديميات، والحقيقه الولاد بيبذلوا مجهود كبير، فكان لفته حلوه من مجلس اداره انه يكرم اللاعبين ويحسسهم ان هم مش بعيد عن اعين الاداره واعين الجهاز الفني. خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم وارجع نعلق على التقرير. احنا عاملين تكريم للاكاديميات الثلاثه، كان تكريم اكاديميه الشيخ زايد، حضرها السر اعضاء مجلس الاداره محمود بي طاهر، الاستاذ كامل زاهر، الاستاذ جمال محمد جمال هليل، الاستاذ مروان هشام. الحقيقه كان يوم جميل، وزعنا شهادات تكريم للولاد، شهادات امتياز، ووزعنا بعض الهدايا التذكاريه اللي هي شهاده حمله شعار النادي زي الدبابيس والميداليات وحاجات زي كده. فرحه الولاد واولياء الامور بتكرم ولادهم في بدايه حياتهم دي بتديهم دافع، يعني تكريم، يعني ان شاء الله لما ياخد بطوله يحس بقيمه البطوله بالتكريم، يعني ما هو مش ياخد بطوله، فاحنا بنعودهم على ان النادي الاهلي دايما بطولات، ودايما النادي الاهلي في اي مناسبه بيكرم ولاده، سواء في مناسبات، سواء في فوز، سواء في اي انشطه رياضيه، تكريم للاعبين والمدربين على المجهود اللي بيبذلوه كل سنه. فرحانين طبعا، لان بقى لنا فتره كبيره بنشتغل على الموضوع ده، وبقى لنا يعني انا بقى لي شهور هنا وعمالين نتعب للموضوع، والحمد لله النهارده كرمنا وسعيدين بالموضوع. شعور جميل طبعا، ان يعني هم ادونا حافز ان احنا نبقى حاجه كويسه في المستقبل، يعني هو شعور جميل جدا. شعور جميل طبعا، علشان اول مره ليا اتكرم وكده، ففرحني ويعني احساس حلو اول مره اجربه. الحمد لله اتكرمت النهارده، وان شاء الله ربنا يوفقنا في كل المرات اللي جايه ان شاء الله، والنهارده ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. شعور حلو طبعا، لان يعني عملت مجهود، فطبعا حد كافيني على المجهود ده، يعني حسيت ان المجهود ما راحش على الفاضي. كنت مبسوطه جدا، يعني عشان طبعا مبسوطه طبعا بالكابتن برضو، ان هو طبعا على قد ما هو علمني وكده انا استفدت من كده، وعلى قد استفادتي برضو يعني كرموني، يعني عملت مجهود وكرمت وكان كويس. يعني فرحان جدا طبعا اجيب الشهادات. كنت فاشل في الاول في اللعب، دلوقتي بقيت احسن ديفنس.
الحقيقه يعني كلام اللاعبات واللاعبين او الولاد الصغيرين يعني كلام بيخلي الواحد الحقيقه يعني يحس بقد ايه المجهود اللي بيبذل. ليه؟ اللاعب ده او اللاعبه دي مش الهدف منه انه يبقى بطل. اكيد اللي يبقى بطل ده شيء قدري بحت، ممكن يبقى واحد منهم ربنا يكرمه ويبقى بطل ويحترف والكلام ده كله، ولكن ممكن ما يبقوش ابطال، بس هيبقى بني ادم سوي، هيبقى انسان سوي لما يحس ان الاداره كرمته والناس حاسه بالمجهود اللي هو عمله، حتى لو المجهود اللي عمله قد كده بس بيتقدر عليه، ده بيبقى ليه انعكاس غير طبيعي على اللاعبين واللاعبات. وزي ما مجلس الاداره والنادي كرم فرع الشيخ زايد، اكيد لازم يروح الفروع الثانيه لان النادي الاهلي لا يتجزأ. فحصل ايضا تكريم في فرع مدينه نصر بمقر الاكاديميه في مدينه نصر، وراح برضو مجلس اداره بالكامل عشان يكرم اللاعبين واللاعبات. طيب زي ما قلت لحضراتكم، التكريم ده مش بس عشان اللاعب خد بطوله، لا، الاكاديميات بتتمرن، الاكاديميات ما فيهاش بطولات زي ما بيقول، ممكن تكون يعني ماتشات، ودي برضو لقطات من التكريم اللي في مدينه نصر، ملاعب مدينه نصر. الحقيقه ممكن يكون التكريم مش بس يعني ببطوله، ان انت خدت بطوله، لا، انت بذلت مجهود. وعايز اقول لكم للولاد، يعني انا بقول لكم ان انا ده عشته وشفته، الولاد بيبقوا ليله التكريم ما بيناموش، بيقعد يكوي هدومه ويقعد يظبط كورته وينفخها ويقعد مستني ويصحى بدري. هو مش راح يلعب مباراه، هو راح يتكرم، معنى انه راح يتكرم ان الناس حاسه بمجهوده وحاسه باللي عمله. اللقطات اللي انتم شايفينها دي كانت من كاميرا النادي الاهلي في فرع مدينه نصر، ايضا في تكريم مجلس الاداره والجهاز الفني لاكاديميه كره السله في فرع مدينه نصر. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من دي، والنادي الاهلي واخد باله من دي. واحنا دلوقتي في اللحظات دي في تكريم ايضا بيحصل او بيقام لاكاديميه كره السله فرع الجزيره. طبعا مجهود كبير، تخيلوا كده لما مجلس اداره والجهاز الفني والمسؤولين والمدير النشاط الرياضي ومدير الفروع او كابتن زي ما شايفين كابتن اشرف الفار ايضا نائب مدير النشاط الرياضي، لما نشوف بيتنقلوا يوم ورا الثاني ورا الثالث ورا الاكاديميات، ومش بس اكاديميه الباسكت، هتلاقي اكاديميه اليد، اكاديميه الطايره، بيروحوا مع بعض عشان يكرموا اللاعبين واللاعبات. شوفوا الفرحه اللي على وشوش اللاعبين واللاعبات. الحقيقه الموضوع ده ليه انعكاس كبير جدا، ومهما كان النادي الاهلي ليه التزامات كبيره كرويه واكبر نادي يعني في افريقيا والشرق الاوسط ككره قدم، ولكن الامور دي ما تنسهوش انه يقدر يساهم انه يخرج نشئ سوي، بني ادم يطلع، سواء طلع طبيب، مهندس، ايا كان، فهو مارس الرياضه وتكرم، عرف انه بيبذل مجهود بيلاقي قصاده حاجه. الحقيقه يعني كل التحيه الحقيقه والله للي فكر واللي نفذ هذا التكريم، لانه لا تتخيلوا مردوده على اللاعبين واللاعبات، ومش بس اللاعبين واللاعبات واسرهم ايضا. انا مش عايز اوريكم المنظر الاسر وهي قاعده بره وفرحانه باولادهم، فرحانه ممكن ما يبقاش بطل يا حبيبي، ممكن الولد هو لعب الاكاديميه وما توفقش انه يخش الفريق في الاختيارات، ولكن فضل في الاكاديميه سنه واثنين وثلاثه، ولكن حاسس قد ايه هو اتكرم. الحقيقه فكره جميله، وانا اصرنا يعني كتيم او كفريق ملوك الصالات ان احنا نتابع ده، لان برضو موضوع في غايه الاهميه، الموضوع بس مش علاقه بطوله بتتاخد، لا، عشان توصل لبطوله لازم يكون الشكل اللي احنا شفناه ده. كل التحيه للي اقاموا او اشتغلوا على هذا التكريم. طيب عندنا تقرير ثالث هنشوفه وهنطلع لفاصل بعديه، عشان استقبل ضيفي الاول الكابتن شريف عادل المدير الفني للتنس الارضي، هنعرف منه اخبار كتير، اخبار الحقيقه ما بيتحطش عليها الضوء زي ما قلت لكم في الاعلام، وما يهمش الاعلام ان يقول الكلام ده، هو يهمه حاجه ثانيه، او الاعلام الموجه، مش طبعا الاعلام الموجه، الاعلام او الاغلبيه العظمى طبعا من الاعلاميين محترمين، وطبعا على قدر عالي من الاحساس بالمسؤوليه، ولكن انا قصدي اعلام معين، وانتم فاهميني وانا وفاهمين كلامي عن ايه. بعد التقرير ده هنطلع لفاصل واستقبل ضيف. التقرير عن ايه؟ بدا الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي منافسات الموسم الجديد من اجل حصد البطولات هذا الموسم. هنروح نشوف التقرير عن الفريق الاول لكره السله، وبعد كده نطلع لفاصل واستقبل ضيفي للفقره الاولى. بدأنا في أول سبعة عدد اللعيبة اللي موجودين، عندنا خمس لعيبة منتخب مصر، كان عندنا إصابتين لسه تحت العلاجة، دي سبعة، كان طارق الغمام ومودي الجرحي في موضوع تجديد العقود، ومودي بيكمل بقية علاجه. بدأنا بلعيبة قليلين وعدد كبير قوي من قطاع الناشئين، أربع لعيبة من ال 20 سنة وحوالي سبعة ثمانية من فريق 18 سنة اللي إحنا بنأهله إن هو ممكن يبقى منه مجموعة من اللعيبة دي ممكن تكمل درجة أولى. قعدنا فيهم شهرين ونص فترة الإعداد الأولانية ما بين
اعداد عام او اعداد خاص. بدانا نعمل ماتشات وديه، مجموعه كتير قوي برده من الصغيرين بتلعب. انا كان يهمني في الفتره الاولانيه دي ان انا ااهل احمد جمال ومؤمن ابو عنين، الواحد كان جاي من 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 ديسك حاجه في ظهره والرباط الصليبي بتاع مؤمن، انا ااهل مؤمن واحمد جمال في الفتره دي على ما الفرقه تكمل. كنا بنسعيد ان الدوري هيبدا في اول 10، تم تاجيل الدوري ل 15، فاحنا ماشيين في نفس فتره الاعداد دي. احنا الحمد لله قدرنا كل المدربين اتفقوا على نظام مسابقه جديد للدوري، ومشكورا الدكتور مجدي ابو فريخه سمع للاقتراحات بتاعت المدربين. احنا عندنا مشكله في الدورات المجمعه، انك بتلعب الدوري كله دورات مجمعه، احمال عاليه، بتيجي اصابه ما بتلحقش، في نفس الوقت انت يعني ما ممكن تخسر جيم، عايز تعالج اللعيب نفسي ما بتلحقش، حاجات زي دي. الدوري هم خدوا فيه قرار خلاص بعد انه هيبقى زي دوري الكوره، زي ما كان زمان في الباسكت، عباره عن ال 16 فريق هيلعبوا بعض ماتشين في الاسبوع بدون دورات مجمعه، اعلى نقط في نهايه الموسم هو اللي هياخد زي الكوره بالظبط. ده كتير قوي من المدربين او من الانديه حابه النظام دوت، انت عندك فتره راحه، تلعب سبت وهتلعب ثلاث يومين في الاسبوع، لو لا قدر الله في اي اصابه في اي يوم منهم انت عندك وقت ان اللعيب يلحق ماتشات اخرى كتير. فنامل ان شاء الله ان شاء الله السنه دي زي الموسم، بدايه الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، ان احنا يبقى ربنا كرمنا في الدوري والكاس ان شاء الله.